مشاهدينا الكرام في كل مكان، مشاهدي قناة مصر التعليمية ومسابقة الأوائل، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم سر التفوق. كل سنة وانتم طيبين، بمناسبة طبعا عيد الأضحى المبارك، أعاده الله علينا بالخير واليمن والبركات. وطبعا النهاردة حلقة متميزة جدا، معانا طلبة شطار وفريقين، فريق البنات وفريق الولاد. تعالوا نعيد عليهم ونقول لهم كل سنة وهم طيبين ونتعرف عليهم. ازيكم؟ عاملين ايه؟ كل سنه وانتم طيبين. حضرتك طيب؟ عيطتوا ولا لا؟ بجد؟ سافرتوا كده وظبطتوا نفسكم كده ودلعتوا نفسكم؟ طبعا بعد العيد على طول عرفتوا ان عندكم حلقه، فيعني عايزين بقى نتعرف عليكم النهارده كده وتشاركوا معانا الحلقه الجميله دي. يلا نتعرف بفريق البنات. رنا تامر. سما اسامه. ومعانا طبعا فريق الولاد الفريق الاخضر، طبعا فريق البنات فريق الاحمر والولاد الفريق الاخضر. نتعرف عليه، اتفضل. احمد تامر. طارق فوزي. اهلا بيكم، وان شاء الله تكون حلقه جميله. مستعدين للمسابقه ولا لا؟ إن شاء طبعا الله. مسابقه الاوائل دي حلقه من حلقات كتير جدا احنا بنعملها في قناه مصر التعليميه، والحلقه دي او المسابقه او اللي هي مسابقه الاوائل دي احنا بنختبر فيها المعلومات بتاعتكم، وكمان بندي فرصه للمشاهدين ان هم يكتسبوا معلومات جديده ويعرفوا حاجات جديده عن التاريخ وعن الجغرافيا. وفي شويه العاب كده هنلعبها مع بعض خلال الحلقه. بس قبل ما نبدا الحلقه بتاعتنا عايز اقول لكم على شويه حاجات. طبعا سياسه الحلقه بتاعتي او بتاعتنا هيكون في وسيلتين مساعده. عندنا الوسيله الاولى اللي هي حذف اجابتين، طبعا كل فريق بياخد وسيله واحده او الوسيلتين دول لمره واحده فقط. تاني حاجة بناخد مدة زمنية زيادة اللي هي 30 ثانية. طبعا احنا بناخد كل فريق له سؤال، والسؤال ده بنفضل نفكر فيه 30 ثانية وبنجاوب بعد ال 30 ثانية. اتفقنا؟ تعال نشوف مع بعض كده على الشاشة وسائل المساعدة. عندنا أول وسيلة قدامنا على الشاشة هي حذف إجابتين من طبعا الأربع إجابات، وطبعا الوسيلة التانية عندنا هي 30 ثانية إضافية، وطبعا ده لكل فريق من الفريقين. جاهزين؟ ان شاء الله. نبدا يلا. مشاهدينا الكرام نبدا حلقتنا النهارده ونبدا مع بعض المسابقه بتاعتنا، والفريق الاحمر فريق البنات. واول سؤال نشوفه مع بعض يلا. اول سؤال فريق البنات، من اي الانواع تنتمي مجره الدرب اللبني اللي هي مجره بتاعتنا؟ اي نوع من هذه الانواع؟ الحلزوني، الدائري، البيضاوي، غير المنتظم. نفكر معانا 30 ثانية ونفكر مع بعض. طبعا قدامنا على الشاشة السؤال، من أي هذه الأنواع، فكر مع بعض، تنتمي مجرة درب التبانة أو الدرب اللبني؟ نبص مع بعض على الشاشة ونشوف السؤال. نشوف السؤال مع بعض. ها، حلزوني، يلا نفكروا، فكروا مع بعض. حلزوني، ها، دائري، بيضاوي، غير منتظم. نفكر مع بعض، نشوف الاجابات مرة تانية. فاضل 5 ثواني وهسمع الاجابة. ها، مين هيجاوب فيكو؟ انا. انت هتبدأ انت؟ يلا اتفضلي. حلزوني الاجابة رقم واحد. متأكدة؟ اكيد. ايه رأيك يا احمد تامر؟ ها، حاسس ان هي صح مش كده؟ ولا غلط؟ لا. طب لا. ايه رايك؟ صح. طب نشوف مع بعض الاجابه مع بعض كده ونشوف. طبعا الاجابه عندنا هي الحلزوني. برافو الفريق الاحمر بيفوز بنقطه، واول نقطه للفريق الاحمر. بناخد يا سما نقطه ونحطها في البوكس الاحمر، برافو عليكي. والسؤال الثاني للفريق الاخضر. جاهزين؟ ان شاء الله. ها، احمد وطارق جاهزين؟ اكيد. هنفكر مع بعض، يلا نشوف مع بعض السؤال الثاني مع بعض. أي من هذه الأجسام الفضائية تصل للأرض؟ الشهب، النيازك، السدم، النجوم. فكر مع بعض. طبعا الفريق الأخضر ده السؤال بتاعه، ممنوع الفريق الأحمر إن هو يتكلم. تمام، عندنا السؤال. ها، نفكر كويس، قدامنا لسه 15 ثانية. فكر كويس. ها، نشوف مع بعض على الشاشة، الشهب، النيازك، السدم، النجوم، مين هيجاوب؟ تايم، اتفضل. ها، يلا يا احمد. ها، النيازك اللي هي رقم 2. تمام فعلا. طب ليه مش الشهب؟ ها، عشان لا مش عارف. طيب حد عارف ليه مش الشهب؟ انا. طب قولي.
عشان الشهب هي يعني بتمر بس في السماء. برافو عليك. لكن نيازك هو اللي بيوصل للايه؟ للأرض. برافو. الفريق الأخضر بيفوز بنقطة. فعلا هي النيازك، والنيازك ده الجسم الفضائي الوحيد الذي يستطيع ان هو يوصل الى الأرض، لان هو لما بيحتك بالغلاف الجوي بيحترق كليا ولا جزئيا؟ جزئيا. جزئيا، جزء منه الأخر بيتحرق، والجزء الثاني بينزل على الأرض بيعمل حفرة ايه؟ كبيرة، كبيرة يعني. جدا. لكن الشهاب، الشهب دي حاجة في الفضاء وما بتنزلش الى الارض. برافو عليك فريق الاخضر، خدتوا نقطة؟ ما تنسوش انتوا حقكم. طيب نشوف مع بعض مشاهدينا الكرام الفريق الاحمر والسؤال رقم 2 ونشوف هيجاوبوا صح ولا خطأ. اقل الحبوب الغذائية انتشارا في الوطن العربي، نفكر مع بعض. القمح، الارز، الذرة الرفيعة، الذرة الشامية، نفكر مع بعض. أقل الحبوب الغذائية انتشارا في الوطن العربي، نفكر كويس. الفريق الأول، ها الفريق الأخضر عارفين، محدش يتكلم، ها محدش يتكلم. ده الفريق ده، النقطة دي الفريق الأحمر. نشوف مع بعض. 14 ثانية. سما بتفكر هي ورنا. يلا يا رنا، يلا يا سما، ها 3 ثواني، مين فيكم هيجاوب؟ ها طيب مين هيجاوب فيكو؟ انا. يلا يا سام. الرز. الرز ولا الارز؟ الارز. الارز يعني ده في المطبخ لما تقولي ماما انا عايز اكل رز، صح؟ لكن هو صح ايه؟ الارز. الارز. برافو، فعلا اجابة صحيحة، وبيفوز الفريق الاحمر بنقطة، وطبعا بيتقدم الاحمر على الاخضر. ولكن لسه في سؤال للفريق الاخضر، لسه هنشوف هيجاوبوا صح ولا هيجاوبوا خطأ، وان شاء الله يجاوبوا ايه؟ صح بإذن الله. طبعا الأرز ده بيعتبر فعلا هو أقل الحبوب الغذائية انتشارا في الوطن العربي، لأن هو بيحتاج ظروف معينة لزراعته، صح ولا لأ؟ بيحتاج إلى تربة طينية ثقيلة، كمية مية كتير قوي، صح ولا لأ؟ وكمان بيحتاج لدرجة حرارة عالية، وده طبعا ما بيكونش موجود في كل أجزاء الوطن العربي. أوكي، عرفنا المعلومة دي. يلا نشوف مع بعض السؤال الفريق الثاني. ثاني الدول العربية انتاجا للذرة الشامية، المغرب، مصر، الجزائر، تونس، نفكر مع بعض. وما نستعجلش الفريق الاخضر، 25 ثانية. كويس، الفريق الاحمر متقدم بنقطة، كويسين. قبل الحلقة كانوا قلقانين جدا وخايفين، لكن طبعا انا شايف ان معلوماتهم ما شاء الله كويس. الفريق الأخضر 10 ثواني وهنبدأ نشوف ونسمع الإجابة بتاعتهم. تاني دول عربية إنتاجا للذرة الشامية، نفكر نفكر، جاهزين؟ طيب مين هيجاوب؟ أنا. يلا يا طارق. المغرب. المغرب الإجابة رقم واحد. المغرب. طب مين أولى الدول؟ مصر. برافو، برافو عليك، فعلا إجابة صحيحة، هي المغرب. تاني الدول إنتاجا طبعا للذرة هي المغرب، وطبعا رقم واحد هي مصر. برافو عليك، وبيفوز الفريق الأخضر بنقطة. شوف نسيوا النقطة. لا ما تنساش البوينتس بتاعتك، خلي بالك، لأن ده في نهاية الحلقة إحنا بنشوف مين الفريق الفايز، والفريق الفايز بقى بنقول له برافو عليكم. شوف مع بعض مشاهدينا الكرام السؤال اللي جاي للفريق الأحمر، وطبعا سؤال قوي جدا ومحتاج تفكير من الفريق الأحمر. جاهزين؟ ها؟ يلا نشوف مع بعض. الحشائش التي تنمو شمال وجنوب الغابات الاستوائية، الحارة، المعتدلة، الباردة، الدفيئة، ونفكر كويس. الحارة، المعتدلة، الباردة، الدفيئة، ونفكر كويس. شفت انا بعد لكم السؤال مرة تانية. ها قدامنا 20 ثانية هسمع الإجابات. مبسوط جدا من الفريق الأحمر عشان بيفكروا مع بعض وبيتعاونوا. الفريق الأخضر كده بحس إن هما إيه يعني عايزين يحلوا بسرعة ويمشوا، مش كده ولا لأ؟ لا. صح؟ طيب نشوف. ها الحشائش شمال وجنوب الغابات الاستوائية، فاضل ثانية. طيب مين هيجاوب فيكو؟ يلا يا رنا. الإجابة رقم 2 المعتدلة. الإجابة رقم 2 المعتدلة، إجابة للأسف هي إجابة خاطئة، لأن طبعا الحشائش اللي موجودة شمال وجنوب الغابات الاستوائية هي الحشائش الحارة اللي بنسميها إيه؟
مين فيكم عارف؟ سافانا. سافانا، برافو عليك. عشان كده هي السافانا تعتبر حديقة حيوان طبيعية، لأن فيها حيوانات كتير قوي أكلت العشب وأكلت اللحوم. اللحوم. أوكي، يبقى هنا لازم ناخد بالنا. تعال نشوف السؤال مرة تانية، نبص عليه سؤال مرة أخرى. أهو، الحشائش اللي بتنمو شمال وجنوب الغابات الاستوائية هي الحشائش الحارة وليست المعتدلة. كده الفريق الأحمر بينقص نقطة، ولكن طبعا أكيد بتقولوا يا رب الفريق الأخضر ينقص هو كمان نقطة، مش كده ولا لأ؟ صح يا سما؟ عشان يبقى في تعادل. طبعا نشوف الفريق الأخضر هيعمل إيه؟ جاهزين؟ ها؟ جاهزين. أكيد هتتفوقوا ولا يبقى في تعادل؟ تفوق إن شاء الله. يلا نشوف مع بعض تدهور القدرة الإنتاجية للأرض الزراعية، ده بنقول عليها إيه؟ فكر كويس. التصحر، الاعصار، الاحتباس الحراري، الفيضان، ونفكر قدامنا 30 ثانية. تدهور القدرة الإنتاجية للأرض الزراعية، نشوف مع بعض قدامنا 20 ثانية. 20 ثانية بقت 15 ثانية. ها نفكر. ها فريق الأخضر، أيوه شوف حاطين ايديهم على بقهم عشان محدش يسمع هما بيقولوا ايه. مين هيجاوب فيكو؟ يلا أنا. احمد تامر، يلا يا احمد اتفضل. رقم واحد التصحر. التصحر رقم واحد. صح، اجابة صحيحة. اجابة صحيحة، برافو عليكم، فعلا هي التصحر. التصحر هو ايه؟ ها تدهور القدرة الانتاجية. طيب بيخلي الارض الزراعية تزرع كويس ولا لا؟ لا لا لا، حتى يقول لك التصحر يعني بتصبح زي الايه؟ الصحراء. زي الصحراء، صح ولا لا؟ وده طبعا بيكون له اسباب كتير، من اهمها هي الجفاف وقلة الايه؟ المياه. المياه، وطبعا الرعي الجائر وحاجات كتير، وقلة الامطار. طيب كده الفريق الاخضر بيفوز بنقطة على الفريق الاحمر، لسه المسابقة طبعا لسه شغالة. طبعا هنا يعني طارق بقى بيرفع ايده بيقول يس وايه احنا فايزين، بس طبعا لا لسه بدري، لسه ما تقلقش، لسه المسابقة طويلة. ونشوف مع بعض السؤال اللي جاي للفريق الاحمر، يلا نشوف مع بعض سؤال السرعة. خلاص يلا، احمر ولا اخضر؟ سؤال السرعة ده بقى اللي هيرفع ايده الاول من غير ما يتكلم، اللي هيرفع اللي هيعرف الاجابة يرفع ايده الاول وهسمعه طبعا، ولو فاز بياخد نقطتين. اوكي، لكن لو جاوب خطأ وحد تاني من الفريق الاخر جاوب صح بياخد نقطة واحدة. اوكي اتفقنا؟ جاهزين؟ يلا نختبر الذاكرة القوية. ها نختبر الذاكرة القوية. قدامنا دقيقة هعرض لكم صورة فيها 9 مربعات، كل مربع من ده فيه شخصية تاريخية عظيمة حكمت مصر فترة معينة من الزمن. علشان كده احنا هنعرف ترتيب الصور، علشان السلايد اللي بعد كده على طول هجيب لك 1 2 3 4 5 وهتقول لي الرقم ده كان الشخصية مين. فهمتوها؟ يلا جاهزين؟ هناخد دقيقة مع بعض. دقيقة ولا 30 ثانية؟ دقيقة. طيب يلا جاهزين ولا لا؟ ها يلا 1 2 3، يلا نبص مع بعض. ها نفكر كويس، ترتيب نفكر فيه كويس. شكلي هعملها لكم 30 ثانية. ها فكر، خلي الذاكرة بتاعتك قوية، اعمل كده سكرين شوت للصورة كده في مخك. لا سكرين شوت كده للصورة في مخك. تعالى نرجع تاني اهو نشوفها مع بعض. يلا ها، مصطفى كامل، خديوي اسماعيل، محمد نجيب، نابليون، سعد زغلول، محمد فريد، سادات، محمد علي، جمال عبد الناصر. ها اوكي جاهزين؟ لا لا لا، يلا مصطفى كامل، خديوي اسماعيل، نجيب، ها جاهزين؟ محمد نجيب، يلا 1 2 3. مين هيجاوب؟ ها مين؟ 9، رقم 9. ها السادات. السادات. السادات صح، برافو عليك، نقطتين للفريق الاخضر، برافو عليك السادات فعلا. خلي بالك لسه في كمان حاجه، لسه في سؤال تاني. ها جاهزين ولا لا؟ جاهزين. بص بقى، كان السادات فعلا هي رقم 9 اللي بتتحرك دي، هي دي البوينت اللي انا عايزها، خلي بالكم. طبعا هو كان السادات. طيب نبص لمده 5 ثواني تاني وهنشوف كمان سؤال، اتفقنا؟ يلا 5 ثواني، 5 ثواني، 1 2 3 4 5. مين؟ ها مصطفى كامل. مصطفى كامل، نشوف مع بعض. برافو، اجابه صحيحه لسما، بتاخد نقطتين. برافو يا سما، نقطتين للفريق الاحمر. شاطره يا سما، نقطتين بس يا سما، التقدم نقطتين بس. اوكي سؤال السرعه ده مهم جدا ان احنا
بنركز كويس جدا وبنجاوب بسرعه وبنشوف او بنعرف بسرعه نقول انا اللي عارف الاجابه او انا خلاص انا اللي فاهم انا اللي عارف السؤال ده فاهمين ازاي. فده طبعا بيكون حاجه كويسه ليكم ان انتوا تختبروا ذكائكم وتختبروا الذاكره بتاعتكم. طبعا سما طبعا حاسس ان هي ذاكره عندها ضعيفه شويه صح؟ صح ولا لا؟ لا ولا رنا؟ رنا رنا ولا سما؟ رنا رنا ذاكره عندها ذاكره السمكه مش كده اللي هي؟ لا بس بسم الله ما شاء الله عليكم. طيب شوف السؤال اللي جاي للفريق رقم واحد، اكبر كواكب المجموعه الشمسيه الفريق الاحمر، نشوف مع بعض. المشتري، الارض، عطارد، نبتون. نفكر كويس وما تقوليش عارفهم بالانجلش مش عارفهم بالعربي، ماليش دعوه. لا لا العربي. اكبر كواكب المجموعه الشمسيه، واحد المشتري، اثنين الارض، ثلاثه عطارد، اربعه نبتون. والفريق الاخضر ما يتكلمش عشان لو سمعت صوته وهو بيجاوب هنقصه نقطه. نشوف مع بعض 15 ثانيه. ها يلا، عيد سعيد، طالعين من العيد واكلين اللحمه ولازم اللحمه تاثر على التفكير بتاعنا وعلى الذاكره صح ولا لا يا احمد؟ مش كده؟ اكلت لحمه كتير؟ اه فعلا؟ ما شاء الله. تمام يلا تايم. نشوف الفريق الاحمر. المشتري اكبر كوكب. انتوا متاكدين؟ اه متاكدين ان هو المشتري؟ اه فعلا. أوه. بنسبه كام في الميه؟ 100%. برافو عليكم، فعلا اجابه صحيحه. هو كوكب المشتري اكبر كوكب على او في المجموعه الشمسيه. طب مين فيكم شاطر يقول لي السنه على كوكب المشتري تساوي كام سنه من السنه على كوكب الارض؟ حد فاكر؟ ها نقطه كده رايحه في الهواء. ها نقطه كده، مين اللي هيجاوبها بسرعه؟ كام سنه من كوكب الارض كوكب المشتري السنه على الارض، يعني بيلف لفه كامله حول الشمس، كل كام سنه ارضيه؟ ها نقطة للراجل ده، برافو عليك شاطر جدا. نقطة، بنحط نقطة هنا للبوكس الأخضر. فعلا 12 سنة أرضية. طيب شوف السؤال اللي جاي للفريق الأخضر، فريق رقم 2. أحمد وطارق عاملين مجهود جميل جدا النهاردة. أصغر كواكب المجموعة الشمسية، المشتري، الأرض، عطارد، نبتون. نفكر كويس نفكر كويس. ها 30 ثانية تايم بدأ يشتغل. ها فريق الاحمر برافو عليكو شطار. نتابع، انتوا عارفين الاجابه ولا لا؟ مش كده. ها فريق الاخضر فكر كويس فكر كويس. انتوا ليه حاطين ايديكم كده؟ يعني خلي فيه تعاون بس يعني مش لازم قوي كده يعني. ايوه كده. ها ثانيه واحده، مين هيجاوب؟ يلا احمد. أصغر كوكب المجموعة الشمسية رقم 4 نبتون. نبتون رقم 4 أصغر كواكب المجموعة الشمسية، وللأسف هي إجابة خاطئة، لأن هنا طبعا هو كوكب عطارد ده أصغر كوكب في المجموعة الشمسية. لكن أنت على طول فكرت في أصغر كوكب، أنت افتكرت أنه أبعد كوكب. عشان كده إحنا في الامتحانات بنقول إيه؟ نقرأ السؤال كويس ونفكر كويس في الاختيارات اللي موجودة قصادنا. طب تيجي نشوف السؤال مرة تانية. بيقول أصغر كواكب المجموعة الشمسية، أصغر ولكن ها هو ما قالش أبعد صح ولا لأ؟ وبكده طبعا الفريق الأخضر بينقص نقطة، لأن طبعا هو قال نبتون وهي للأسف عطارد. ركزوا كويس، أعتقد كده في تعادل صح؟ لا ولا في لا نقطتين الأخضر لسه؟ طيب نشوف مع بعض. السؤال اللي جاي للفريق الأخضر ولا الأحمر؟ الأحمر. مضيق بيصل بين البحر الأحمر وخليج عدن والمحيط الهندي. فكر كويس. جبل طارق، باب المندب، هرمز، بنما. فكر كويس. المضايق، المضايق العربية. مضيق يصل بين البحر الأحمر وخليج عدن والمحيط الهندي. ها جاهزين؟ قدامنا 15 ثانية. فريق البنات الجمال يفكروا كويس. ايوان فريق الاخضر ممنوع انه يتكلم مش كده ولا لا؟ طيب يلا نشوف مع بعض. 3 ثواني. ها جاهزين؟ عرفتوا الاجابه؟ اه. افكركم بوسائل المساعده ولا لا؟ لا. طب يلا نشوف مع بعض مين هيجاوب فيكم. اتفضلي. رقم 2 باب المندب. باب المندب، ايه رايك يا احمد؟ انا شايفه صراحه جبل طارق. جبل طارق. طيب هو قال جبل طارق، وانت ايه رايك؟ جبل طارق. جبل طارق
هو بيصل بين البحر الاحمر، عارفين جبل طارق ده موجود فين؟ عند البحر بيصل بين البحر المتوسط ومحيط الاطلنطي. الاطلنطي، برافو يا سما. لكن دايما اقول ان البحر الاحمر من تحت خالص له باب اسمه باب الايه؟ المندب. المندب، يبقى الاجابه صحيحه. برافو عليكم الفريق الاحمر، فعلا هو باب المندب. ودايما بقول ان البحر الاحمر له مضيق تحت خالص، تحت في يعني اخر البحر الاحمر من تحت. ودايما اقول ان البحر الاحمر له ايه؟ له باب. ايه؟ باب. باب اسمه باب المندب. باب المندب. اوكي كده طبعا الفريق الاحمر بيفوز بنقطه. خدت نقطه ولا لا؟ لا لسه اوعى تكوني خدتيها وتحكي عليا. لا طيب نشوف. انتوا على بنقطه. طيب نشوف مع بعض السؤال اللي جاي للفريق الاخضر. كم دوله توجد في الجانب الاسيوي من الوطن العربي؟ وفكر كويس. يلا 10 دول، 13 دولة، 9 دول، 12 دولة، ولازم يبقى فيه شيرنج مع بعض. يلا احمد وطارق شير مع بعض كده وشوفوا الاجابة اي واحدة. ممنوع الكلام يا رنا. رنا عايزة تساعد طبعا احمد مش كده؟ لا 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 خالص بجد خالص مش عايزة تساعديه. ها طيب ماشي اسامة نفس الكلام؟ محدش يساعدهم. ها سيبهم يعتمدوا على نفسهم عشان نشوف في الاخر المسابقه مين اللي هيفوز. 3 ثواني الفريق الاخضر وهنسمع الاجابه. يلا تايم. مين هيجاوب؟ انا. اتفضل. 10. 10 دول الاجابه رقم 1. برافو عليك. اجابه خاطئه. هم 12. هم 12 فعلا للاسف. 12 دوله في الجانب الاسيوي و10 دول في الجانب الايه؟ الافريقي. نجمعهم مع بعض. ها يبقى كام دوله؟ كم دولة كلهم؟ 22 دولة اللي هي الدول الايه؟ ها؟ العربية. الدول العربية. طبعا كده الفريق الاخضر بينقص نقطة والفريق الاحمر. السؤال اللي جاي تقريبا كده هيبقى للكل ولا لا؟ لا ده للفريق الاحمر. نشوفه مع بعض. تعالوا. من الجبال المخروطية البركانية في افريقيا؟ فكري كويس. جبل كينيا، جبال البحر الاحمر، جبال الهيمالايا، جبال الانديز. فكر كويس. من الجبال المخروطية البركانية. البركانية يعني اللي كونها البركان او تكونت بفعل العوامل الباطنية اللي بتتسبب في حدوثها او تكوينها البراكين. ها 15 ثانية نفكر كويس. كينيا، البحر الاحمر، الهيمالايا، الانديز. فاضل 4 ثواني ونسمع الاجابة. ها مين جاهز؟ تايم. يا الفريق الاحمر مين هيجاوب فيكم؟ انا. يلا يا سما. كينيا. كينيا الاجابة رقم 1. برافو اجابة صحيحة. برافو يا سما بتفوز بنقطة. سما طبعا الفريق الاحمر بيفوز بنقطة. مش عايز تاخدي نقطة؟ بتنسى على فكرة. عايز اخدها. سما بتنسى خلي بالك. وهتلاقي نفسك ايه الفريق الاخضر في الاخر عنده نقط قد كده وسما نسيت تحط نقاط. على فكرة تعال بص على السؤال مرة تانية كده. جبال البحر الاحمر دي موجودة في قارة ايه؟ اسيا. البحر الاحمر البحر افريقيا. عندنا طبعا على فكره في جزء منها في قاره افريقيا وفي جزء في قاره في اسيا. بس ارتفاعات البحر الاحمر عندنا في الجانب الافريقي. طيب الهيمالايا. الهيمالايا مش في افريقيا. لا في اوروبا. لا اسيا. الهيمالايا. الهيمالايا جبال الهيمالايا صح؟ طيب نشوف مثلا جبل الانديز او جبال الانديز. ما سمعتش عنه قبل كده اصلا. خالص في امريكا الجنوبيه. دي سلسلة جبلية هتاخديها ان شاء الله في جريد 9 او تالت اعدادي باذن الله. سلسلة جبال اسمها جبال الانديز ودي بتوجد على الساحل الغربي لامريكا الجنوبية. اوكي سلسلة جبال كبيرة جدا. اتفقنا؟ يلا نشوف السؤال اللي جاي للفريق الاخضر. يلا نشوف مع بعض. اعمق المحيطات في العالم. يعني the deepest one. اعمق واحد. شوف الهندي، الهادي، الاطلنطي، القطب الشمالي. اعمق واحد. فكر. سؤال يحتاج للتفكير. اعمق المحيطات في العالم. ها عارفها؟ مش عارفها. لا سمع. لا طيب نشوف الفريق الاحمر مش عارف. ممكن انقصها النقطه بقى. مش سؤالك خلاص حقكم. طبعا فاضل 9 ثواني. فريق الاخضر لو فكرنا هنجيبها. 3 ثواني. مين هيجاوب في الفريق الاخضر؟ يلا تايم. مين؟ انا. اتفضل.
رقم 2 المحيط الهادي. رقم 2 المحيط الهادي. انت متأكد من الإجابة دي؟ ان شاء الله. متأكد؟ وانت نفس الكلام؟ إجابة صحيحة، برافو عليكم، فعلا المحيط الهادي. وياسمين طارق طبعا بفوزه بنقطة في السؤال ده، برافو عليكم الفريق الأخضر. وفعلا هو أعمق المحيطات وأكبر المحيطات مساحة، برضه هو المحيط الإيه؟ الهادي. هو المحيط الهادي. الهادي. أوكي. كده هنكبر بنقطتين، هنشوف في نهاية الحلقة. طيب فريق رقم 1 الفريق الأحمر، تمر دائرة الاستواء بقارات آسيا وأفريقيا ونقط. فكر، أوروبا، أستراليا، أمريكا الشمالية، أمريكا الجنوبية. فكر كويس، 4 قارات و30 ثانية. أوروبا، أستراليا، أمريكا الشمالية، أمريكا الجنوبية. سما ورنا بيفكروا. ها جاهزين فعلا؟ 5 ثواني. مين هيجاوب المرة دي؟ الدور عليكي. يلا نسمع الإجابة من رنا. تفضلي يا رنا. رقم 4 أمريكا الجنوبية. أمريكا الجنوبية، شاطرة جدا، برافو عليكي، فعلا إجابة صحيحة. خط الاستواء بيمر بقارات، 3 قارات، ركز كويس. أكبر قارة هي قارة آسيا. قارة تانية أفريقيا. قارة تالتة أمريكا الجنوبية. برافو عليكم، بيفوز الفريق الأحمر بنقطة. حطيتي نقطة ولا لا؟ لا لسه. مش أنا بقولك بتنسى؟ هي سما بتنسى. نقطة واحدة يا سما. والله يا رجعتها. طيب أوكي، عشان أنا عارف إيديك لبست اتنين كده مع بعض، تمام، بدون قصد أنا عارف. لا هي نقطة واحدة فقط. طيب مشاهدينا الكرام، نشوف الفريق الأخضر والسؤال الجاي طبعا له. يشغل هذا الإقليم مساحة 80% من مساحة الوطن العربي. إقليم إيه؟ فكر كويس. الصحراوي، البحر المتوسط، المداري، الموسمي. نفكر كويس ونجاوب، ومعانا 30 ثانية فات منهم 5 ثواني. لا ده مش السؤال، مش ليك السؤال، الفريق الأخضر. لا فعش تكلم، الفريق الأخضر اللي جاوب. فكر كويس. ها أسأل حاجة في السؤال؟ تفضل. ممكن اديكي مثلا يعني اسمعك وتقولي الاجابه وتبقى صحيحه، ولكن لا مش هينفع اديكي نقطه. اوكي ها. طبعا الفريق الاخضر رفع وسيله المساعده، وهنشوف عندهم طبعا وسيلتين، يا اما بحذف اجابتين يا اما بديه 30 ثانيه يفكر زياده. حذف اجابتين. حذف اجابتين. وطبعا هنا بقى هنحذف اجابتين للفريق الاخضر، وهقول لك يا سيدي مثلا تعالى نحذف المداري ونحذف الموسمي ونشوف الاجابه او نشوف الاختيارات الباقيه. عندنا صحراوي وعندنا البحر المتوسط. نفكر واحد من الاثنين. ها جاهز؟ عرفت الاجابه؟ طيب طبعا انت كده استخدمت وسيله مساعده، مش هينفع تستخدموها تاني. اوكي يلا نسمع الاجابه. اتفضل. صحراوي. صحراوي رقم واحد. ما ينفعش البحر المتوسط. ها ما ينفعش؟ صحراوي مش كده؟ إجابة صحيحة، برافو فريق الأخضر، بيستخدم وسيلة مساعدة وبينجح إن هو يجاوب في السؤال. هو فعلا الصحراوي، وده طبعا مساحته كبيرة جدا، صح ولا لأ؟ 80% من مساحة الوطن الإيه؟ العربي. أوكي؟ طب مين شاطر فيكم يقول لي الإقليم اللي موجود فوق الإقليم الصحراوي؟ اتفضلي. برافو عليكي، فعلا هو البحر الإيه؟ المتوسط. وطبعا خدت نقطة ولا لأ؟ ولا نسيت؟ خدت نقطة ولا نسيت؟ هننساش النقطة. ما تنساش النقطة. ها؟ طيب نشوف مع بعض السؤال الجاي مشاهدينا الكرام، وهو سؤال السرعة. نشوف مع بعض كده سؤال السرعة، جاهزين ولا لأ؟ جاهزين؟ طيب فقرة من أكون. طبعا هجيب لك دلوقتي صورة، أو مش صورة، هي نص صورة لشخصية من الشخصيات، ومطلوب منك بسرعة تعرف مين الشخصية، ترفع إيدك بسرعة عشان تاخد نقطتين لو جاوبت صح. اتفقنا؟ جاهزين ولا لا؟ ها جاهزين؟ يلا نشوف مع بعض الصورة اللي جاية. يلا مين هجاوب؟ ها محمد علي؟ لا. نابليون؟ لا. خديوي اسماعيل؟ لا. ها سامع اخر واحدة وانا هجاوب خلاص. ها عارف. مش عارفة. طيب نشوف الصورة كاملة. ما اعرفش برضه ده اسمه ايه طبعا. ها صلاح الدين. القائد صلاح الدين الايوبي. كنت هقولها. شفت كنت هقولها بس للاسف نسينا. طبعا كده ولا واحد من الفريقين بيفوز بنقطتين سؤال السرعه. وفي سؤال كمان هنشوفه مع بعض. جاهزين؟ نبص على الشاشه.
اول واحد هيرفع ايده هسمعه وهشوف الاجابه صح ولا خطا. يلا جاهزين نبص على الشاشه. يلا 1 2 3 ها خديوي زغلول. سعد زغلول. لا خديوي اسماعيل. لا والله لحد فاطمي. لا ها طب نشوف الاجابه كامله. اسمه ايه صاحب الثوره الثوره احمد عرابي. بس للاسف مش هينفع اديكي نقطه صح ولا لا. هو طبعا احمد عرابي. بص الصوره بتاعته طبعا البطل العظيم احمد عرابي اللي هو قائد الثوره الايه العربيه. عشان كده واحنا بنذاكر لازم ناخد بالنا قوي من الصور اللي موجوده صور الشخصيات صح ولا لا. مش كده يا احمد. يلا نشوف مع بعض السؤال اللي جاي. للفريق الاحمر دوله تحتل المرتبه الاولى بين الدول العربيه انتاجا للموالح. مصر، ليبيا، فلسطين، البحرين. ونفكر كويس ومعانا 30 ثانيه. نفكر كويس ومعانا 30 ثانيه. ها فريق الاخضر ممنوع الكلام. يلا نفكر مع بعض. فريق الاحمر، فريق البنات. ها فكر كويس. قدامنا 30 ثانيه فاضل منهم 20 ثانيه. فات منهم 10. طبعا احمد جه النهارده مستعد للحلقه بقى صح؟ مذاكر ولا لا يا احمد؟ ولا نسيت كله في الساحل؟ لا نسيت انت كل حاجه. هي سما اللي نسيت كل حاجه في اللي هي قالت لي ان هي سافرت في العيد السخنه فنسيت كل حاجه مش كده؟ صح يا سما؟ يلا نشوف مع بعض. ها تايم مين هيجاوب فيكو؟ انا. يلا اتفضلي. انا يلا يا سما. فلسطين. فلسطين الاجابه رقم 3 اجابه صحيحه. برافو عليكي. فعلا بيفوز الفريق الاحمر بنقطه وبتنسى سما تحط نقطه. بنفكرها دايما بتنسى تحط النقطه بتاعتها. فعلا فلسطين هي الاولى في الدول العربيه انتاجا للايه؟ الموالح. للموالح. طبعا الموالح عارفين الموالح اللي هي ايه؟ اللي هي ايه؟ البرتقال. صح اليوسفي مش كده. الليمون، المانجا، كل دي اسمها ايه؟ موالح. موالح صح ولا لا؟ طيب نشوف مع بعض السؤال الثاني للفريق الاخضر. والحقيقه انا مش عارف مين فيهم متقدم. هنعرف في نهايه الحلقه طبعا كل واحد بيخمن. ونشوف السؤال الثاني للفريق الاخضر. من الدول الهامه انتاجا للحديد. فكر كويس. عمان، موريتانيا، ليبيا، السعوديه. مهما السؤال قدامك شايفه سهل فكر كويس جدا وافتكر السؤال اللي اخطأت فيه اللي كان سهل قوي. اصغر الكواكب. انتوا فكرتوا ان هي ابعد الكواكب. ففكر كويس. من الدول الهامة انتاجا للحديد عمان، موريتانيا، ليبيا، السعودية. وفريق البنات هيتجنن ويجاوب السؤال ده وانا هقول لهم مش هينفع. ده سؤال فريق الاخضر. ها جاهزين؟ طيب يلا يا طارق. موريتانيا رقم 2 اجابه. ايه ده انت خدت على طول النقطه تحطها في البوكس؟ عشان واثق. واثق؟ واثق من الفوز؟ واثق؟ طيب اجابه صحيحه برافو عليهم. فعلا الفريق الاخضر نقطه للفريق شطار جدا. طبعا هي موريتانيا. ونشوف السؤال اللي جاي للفريق الاحمر. وطبعا هما دلوقتي بيقولوا يا رب يكون سهل زي السؤال اللي فات صح ولا لا؟ مش كده؟ طيب نشوف مع بعض. في أي من هذه القارات الآتية تقع جبال الألب؟ إفريقيا، أوروبا، آسيا، أمريكا الشمالية. نفكر كويس. والفريق الأخضر مش هينفع يجاوب. فكروا مع بعض بس مينفعش يجاوب. لو هم جاوبوا خطأ ممكن أسمعكم بس من غير نقاط. لا مفيش بوينتس. أنت أحمد بسرعة كده مش كفاية أكلت اللحمة في العيد. يلا نشوف مع بعض ونفكر كويس. والرسالة الشقية اللي كل شوية تظهر. يلا ها نفكر كويس. افريقيا، اوروبا، اسيا، امريكا الشمالية. ها جاهزين؟ فاضل 3 ثواني. ها سما ولا رنا؟ رنا وسما مين هيجاوب فيكم؟ مين؟ يلا رنا اتفضل. اسيا. الاجابة رقم 3 اجابة خاطئة للأسف. عارفة انت جبال الألب موجودة فين؟ أمريكا الشمالية. أمريكا الشمالية إجابة خاطئة برضو. يبقى أوروبا. هي أوروبا طبعا. جبال الألب تقع في قارة إيه؟ أوروبا. أشهر جبال موجودة في أمريكا الشمالية جبال اسمها جبال روكي والجبال اسمها الأبلاش. وأشهر جبال طبعا في قارة آسيا اللي هي جبال الإيه؟ الهيما. ها؟ اسمها جبال الهيمالايا مش إحنا لسه قايلينها من شوية؟ الهيمالايا. صح ولا لأ؟ بتنسوا مش كده؟ صح؟
طيب نشوف مع بعض السؤال اللي جاي، وطبعا هنا بتخسروا النقطة مش كده؟ الفريق الأحمر. طب نشوف الفريق الأخضر هيخسر نقطة ولا هيتقدم، نشوف مع بعض. في أي من هذه الدول تقع هضبة الشطوط؟ فكر، مصر، البحرين، ليبيا، الجزائر، ونفكر كويس. نفكر كويس، أي من هذه الدول تقع فيها هضبة الشطوط؟ مصر، البحرين، ليبيا، الجزائر، وهيقولوا لي كمان ان الهضبة دي بتقع في اي جبال في المكان ده. ها فكر، فكر كويس، قدامك 20 ثانية. ها فكر كويس. الفريق الاحمر هيتجنن برضو يجاوب السؤال ده، حظكم كده بقى. يلا نشوف. ها 10 ثواني، فكر كويس قبل ما تجاوب. فكر. ها مين هيجاوب؟ تايم. انا. يلا احمد. رقم 3. رقم 3 ليبيا. رقم 3. هضبة الشطوط للاسف تقع في الجزائر. طبعا اجابه خاطئه للفريق الاخضر، وعشان كده انا بقول لهم لازم تفكروا كويس جدا قبل ما تجاوبوا. هضبة الشطوط بتقع بين، اتفضلي، جبال اطلس. جبال اطلس اللي هو اطلس الايه وايه؟ اطلس التل واطلس الايه؟ الصحراء، صح؟ جبال اطلس بتقع في 3 دول يا طارق، تعرفهم ولا لا؟ جبال اطلس بتقع في كام دوله؟ 3، صح؟ مين عارفهم؟ ها الجزائر، الجزائر والمغرب، والمغرب وتونس. برافو عليك، شاطره جدا ومذاكره كويس، واللحمه في العيد ما قصرتش عليها، لسه بتفكر كويس وشغال. طيب هنا هضبه الشطوط بتقع في دوله الجزائر، ودي طبعا بتقع بين هضبه او بين اطلس التل واطلس الايه؟ الصحراء. طبعا اجابه خاطئه للفريق الاخضر وبينقص نقطه. ونشوف الفريق الاحمر وسؤال في التاريخ. احد هذه الملوك ينتمي لعصر الدولة الوسطى، نفكر. سنوسيرت الثالث، سنفرو، خفرع، رمسيس الثاني. فكر كويس، قدامنا 30 ثانية على الشاشة، وبعدها هسمع الإجابات منكو. 30 ثانية. ها فريق رقم 1، فريق الأحمر، سنوسيرت الثالث، سنفرو، خفرع، رمسيس الثاني. ها فكروا كويس، فكروا كويس. فاضل تقريبا 5 ثواني. ها يلا نشوف مين هيجاوب فيكم، اتفضلوا. ها يلا يا سما، فكر يا سما. ها سنوسرت الثالث. سنوسرت الثالث الاجابه رقم 1، طبعا اجابه صحيحه، برافو عليكي، فعلا هو سنوسرت الثالث. وارجوكي ما تنسيش تحطي نقطه في البوكس بتاعك عشان كل مره تنسي. يعني بصي بقى هغيرك، احطك مكان رنا ورنا مكانك عشان انت تنسي. طبعا هنا مشاهدينا الكرام فعلا سنوسرت الثالث هو الملك الذي ينتمي لعصر الدوله الوسطى. طب تعالوا نرجع مع بعض كده ونشوف الملوك اللي موجودين. رقم 2 سنفرو، ده عصر الدولة القديمة. خفرع، الملك خفرع، عصر الدولة القديمة ايضا. رمسيس الثاني، ده ايضا هو عصر الدولة الحديثة. طبعا نشوف مع بعض السؤال اللي جاي بقى لفريق الولاد. وزير الملك سنفرو، فكر كويس، الذي قام بتصميم هرم زوسر المدرج او هرم سقارة، اسمه ايه الوزير؟ جد كارع، ام حطب، سنفرو، حور محب. ونفكر كويس، معانا 30 ثانية على الشاشة وبعدها هسمع الإجابات. 30 ثانية. سامع إيه رأيك في السؤال ده؟ حلو؟ عارفة ولا لأ؟ شوية. ها نشوف مع بعض التايم شغال. ها فاضل 20 ثانية. ها جاهزين ولا ايه؟ لا لسه فاضل 15 ثانية، فكروا عشان الأسئلة اللي هي البسيطة قوي اللي انتوا بتغلطوا فيها. نفكر كويس، قدامنا لسه 7 ثواني. ها تايم. فريق الأخضر مين هيجاوب؟ أنا. اتفضل، الإجابة رقم كام؟ 2. الوزير ام حطب، إجابة ايه؟ مستعجل؟ واثقين. واثق من الفوز؟
إجابة صحيحة، برافو للفريق الأخضر بيفوز بنقطة. فعلا هو الوزير إم حطب الذي أشرف عليه على بناء هرم ها هرم هرم مدرج هرم مدرج. طيب نشوف مع بعض الفريق الأول بقى اللي هو الفريق الأحمر، نشوف مع بعض كده يلا. ها المادة التي استخدمها المصري القديم في بناء مسكنه، فكري مهما كان السؤال ممكن يكون صعب. الحجر، الطوب اللبن، الحجر تاني، الرخام. ها يلا نفكر مع بعض. يلا فكري كويس، قدامنا 30 ثانية. شفت انا ساعدتكم ازاي، جبت لكم الاجابات مرتين عشان تعرفوا ان دي الاجابه الصحيحه. الحجر 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 بس طبعا يعني ممكن تبقى غلط، الله اعلم. لا هو مش الله اعلم، الله اعلم. ها يلا نفكر مع بعض. ها سمع جاوبي اتفضلي. انا انت ولا هي؟ هي. يلا اتفضلي. يلا يا رنا. اثنين الطوب اللبن. اثنين يعني مش الحجر الاولانيه او الثالثه؟ لا متاكده. انا حاولت على اخبطكم شويه، خلي بالك. فعلا هي اجابه صحيحه، برافو عليكم. الطوب اللبن، الانسان المصري القديم حاول فعلا وفعلا نجح انه يبني مسكنه من الطوب اللبن، ولكن بنى المقابر بتاعته من الايه؟ من الحجر، لان هو كان شايف ان المسكن بتاعه اللي هو من الطوب اللبن هو حياته في الدنيا بسيطة جدا، لكن حياته هتبدأ اللي هو بعد البعث والحياة الابدية اللي هي حياة الخلود. عشان كده هو اهتم جدا ببناء المقابر من الاحجار، عشان كده كانت قوية لتظل فترة طويلة جدا من الزمن، زي ما احنا شايفين الاهرامات اللي قدامنا دلوقتي فهي مقابر للملوك، لكن الطوب اللبن اللي هي البيوت اللي كان بيسكن فيها كان بتبنى من الطوب اللبن، وعلشان كده اولاد هذه البيوت كلها وقعت. عارفين الطوب اللبن اللي هو بيتصنع من الطين؟ عارفين الطين هو ده. اوكي يلا نشوف السؤال اللي بعد كده للفريق الاخضر. من الاعياد الدينيه التي احتفل المصريين القدماء بها: الربيع، النصر، الاله امون، الحصاد. فكر كويس. وبس عايز اسال سما، سما حطيتي نقطه؟ متاكده اللي فات؟ احمد فكر. طيب احمد اللي فكرت مش كده؟ يلا احمد وطارق فكروا كويس. الاعياد الدينيه التي احتفل بها المصريون القدماء: الربيع، النصر، الاله امون، الحصاد. نفكر كويس. يلا نفكر كويس. ها تايم 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 تايم. يلا مين هيجاوب؟ انا. اتفضل. الاله امون. ما تنفعش الحصاد ولا الربيع ولا النصر؟ لا هي ايه؟ الاله امون. برافو عليهم، فعلا اجابه صحيحه. من الاعياد الدينيه فعلا في مصر القديمه هي عيد الاله امون وعيد الاله ايه كمان؟ رع. صح ولا لا؟ طيب نشوف مع بعض كده مشاهدينا الكرام السؤال اللي جاي، هو سؤال سرعة. جاهزين؟ قلم في ايدك. يلا يا سما، يلا يا رنا، احمد، طارق، سؤال السرعة، فكر كويس. ها هنشوف، فكر واحسب. هنفكر مع بعض وهنحسب، اللي هيفكر بسرعة ويحسب بسرعة يرفع ايده. اتفقنا؟ ها مش هنجاوب، هنرفع ايدين. يلا واحد اتنين تلاتة. يلا بسرعة. 135 في 7 بكام؟ ها احمد 142. طب اكتب الاجابه عندك. ها هسمع اجابات تانية، هسمع اجابات تانية. ها 142. ها هي 142. طيب نشوف الاجابه. ها اكيد 135 في 7. انا قلتها في. ها في قلتها على. طب يلا بسرعه تاني يلا بسرعه. 135 في 7. ها يلا فكر فكر. شفت انتوا بتسرعوا، فريق الولاد بيتسرع جدا. يلا بقى ننشط مخنا كده والعمليات الحسابيه. مين عارف بسرعه؟ ها ها مين اول واحد هيرفع ايده؟ حد لحد خمسه واعرض الاجابه. 1 2 3 احمد 945. نشوف الإجابة، برافو أحمد بيفوز بنقطتين، برافو عليك يا أحمد، شاطر جدا. نقطتين للفريق الأخضر
وبيفوز. يلا فاضل واحده كمان. يلا جاهزين؟ ها فريق الاحمر جاهز، فريق الاخضر، فاضل واحده كمان بس هنجمع مع بعض. جاهزين؟ يلا ها 1 1 2 3. يلا 588 زائد 633 بسرعه. يلا مين شاطر هيعملها بسرعه؟ يلا فاكرين انتوا 8 و3 يبقوا كام ومعنا ليه؟ ها احمد 1221. واضح جدا ان احمد متفوق جدا في الماث. برافو عليك يا احمد، شاطر جدا. نقطتين لا برضو للفريق الاخضر في سؤال السرعه. برافو عليك، فعلا سؤال السرعه بيفوز بيه الفريق الاخضر مرتين. وطبعا احمد متفوق جدا في الماث. لازم طبعا لحمه، لازم اللحمه اثرت عليكم صح؟ مش كده ولا ايه؟ صح اكلنا لحمه كتير في العيد صح يا طارق؟ مش كده؟ طيب نشوف مع بعض السؤال اللي جاي للفريق الاحمر. الديانه التي نزلت على سيدنا ابراهيم عليه السلام، اليهوديه، الصابئه، الحنيفيه، الوثنيه. نفكر كويس. ايوه الفريق الاحمر فريق رقم واحد. يلا نفكر مع بعض يا رنا. نفكر مع بعض. الديانة التي نزلت على سيدنا إبراهيم عليه السلام، ممكن تقول بس من غير نقاط. أوكي يلا ها الديانة التي نزلت على سيدنا إبراهيم، فاضل 10 ثواني. اليهودية، الصابئة، الحنيفية، الوثنية، ونسمع الإجابة. أيوة يلا مين هيجاوب فيكو؟ ها يلا يا سما، سما ولا رنا؟ يلا بسرعة مين هيجاوب؟ رنا. ها يلا الوثنيه. الوثنيه الحنيفيه. ايه الحنيفيه؟ الحنيفيه زي ما سما ما قالت. هي طبعا الحنيفيه. قلت لك الحنيفيه على فكره هي فعلا سامحه، هي بتقول لك الحنيفيه بس انت نسيتي. ونشوف السؤال اللي جاي للفريق الاخضر. المده التي اقام فيها سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في بيت السيده حليمه السعديه، 6 سنوات، 5 سنوات، 4 سنوات. انت محتاج طبعا ايه؟ وسيلة مساعدة. طيب ناخد 30 ثانية وناخد 30 ثانية كمان نفكر فيه. يلا نفكر بسرعة. ها فريق الاحمر عارفين الاجابة؟ عارفينها؟ طيب فكر كويس. يلا فريق الاخضر. ها لسه قدامنا 6 سنوات، 5 سنوات، 2 سنين، 4 سنوات. فكر مع بعض كويس. فريق الاخضر 5 ثواني. ها كده التايم الحقيقي بتاعكم خلص، وهناخد كمان 30 ثانية. 30 ثانية كمان من فضلكم، هناخد كمان 30 ثانية نفكر فيها عشان طبعا دي وسيلة المساعدة بتاعت الفريق الاخضر. طبعا الفريق الاحمر ما خدش ولا وسيلة مساعدة مش كده؟ صح ولا واحدة. طب ليه ما جربتش تستخدم وسيلة مساعدة؟ غباء. ايه؟ غباء. طيب نشوف مع بعض. ها عرفتوا الاجابة؟ طيب لو انتوا عايزين تجاوبوا في 30 ثانية التانيين اوكي. يلا اتفضل. ان شاء الله يعني ان شاء الله 4 سنوات. 4 سنوات بيفوز الفريق الاخضر بنقطة. برافو عليهم، فعلا كانت 4 سنوات كلها طبعا خير وبركة على قبيلة طبعا اللي هي قبيلة مين؟ حليمة السعدية اللي هي قبيلة بني سعد. برافو عليكم الفريق الأخضر. ونشوف السؤال اللي جاي للفريق الأحمر. من هو أول من آمن بالدعوة الإسلامية من الموالي؟ ركز. علي بن أبي طالب، أبو بكر الصديق، زيد بن حارثة، عثمان بن عفان. ونفكر مع بعض ونشيل الرسائل الشقية اللي كل شوية بتظهر لنا. ها لا سؤال الفريق الاحمر. ها سؤال الفريق الاحمر. يلا ها علي بن ابي طالب، ابو بكر الصديق، زيد بن حارثه، عثمان بن عفان. ونشوف الاجابه بعد 20 ثانية. يلا نفكر كويس. ها نفكر كويس. 10 ثواني وهناخد الاجابه. لكن لو عارفين اوكي، عارفين الاجابه جاهزين يلا بينا. ها رقم كام؟ 3. اجابه صحيحه. برافو الفريق الاحمر بيفوز بنقطه وبتاخد نقطه سما اللي دايما تنساها على طول، بتنسى النقطه بتاعتها. برافو فعلا هو زيد بن حارثه من الموالي. وطبعا اول واحد مين من الرجال؟
أبو بكر. سيدنا أبو بكر الصديق، صح ولا لا؟ ومن السيدات أو من النساء؟ سيدة خديجة. سيدة خديجة، برافو. ومن الصبية؟ علي بن أبي طالب. علي بن أبي طالب، برافو عليك وشطار جدا. آخر سؤال للفريق الأخضر وآخر سؤال في حلقتنا النهاردة، ابن عم السيدة آمنة بنت وهب أم رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدنا محمد، وكان عالما بالإنجيل. فكر كويس، ها؟ ورقة ابن نوفل، الحباب ابن المنذر، خالد ابن الوليد، عمرو ابن العاص، تمام. لكن احنا ممكن بس نغير النقطة بتاعت ابن عم السيدة، هي السيدة خديجة وليست السيدة آمنة اللي هي زوجة الرسول صلى الله عليه وسلم، هي السيدة خديجة. ها مين فيهم؟ يلا بسرعة. أقول؟ اه فضل. ورقة ابن نوفل ابن عم السيدة خديجة زوجة الرسول صلى الله عليه وسلم، برافو عليك، إجابة صحيحة. ورقة ابن نوفل لما سيدنا محمد نزل عليه الوحي وكان خايف جدا يا سما، عمل ايه؟ جري على السيدة خديجة وقال لها زملوني زملوني، أي غطوني غطوني. بعد شوية السيدة خديجة أخذته إلى ورقة ابن نوفل وكان عالما بالإنجيل، ولما قص عليه الحكاية قال له إيه؟ إنك ستكون لك إيه؟ شأن عظيم، تمام؟ وطبعا بشر أنه هو سيكون نبي هذه الأمة. مشاهدينا الكرام، بنوصل لآخر سؤال لحلقتنا النهاردة، ولكن قبل ما نختم عايزين نعرف مين الفريق اللي فايز. يلا بسرعة نشوف النقاط اللي موجودة، الفريق الأحمر والفريق الأخضر، وبنكتب النقاط دي في الورقة اللي قدامنا. يلا نكتب السؤال في الورقة اللي قدامنا، أو نكتب الأرقام بتاعت كل فريق. يلا ما تزوديش يا رنا، ما تزوديش، اكتبي بقى عدد النقاط اللي عندك في الورقة. ها يلا أحمد، ها كم؟ طيب فريق الأحمر كم نقطة؟ 12. الفريق الأخضر 17. بيفوز الفريق الأخضر، برافو عليكم وهارد لك الفريق الأحمر، أديتوا أداء رائع أنتوا الاثنين. عايز أقول لكم على حاجة، الهدف من حلقتنا النهاردة هو أن احنا نعرف معلومات جديدة ونعرف معلومات كويسة قوي، وكمان مشاهدين الكرام يتابعونا في المنازل ويعرفوا معلومات عامة عن التاريخ والجغرافيا. بشكركم جدا، شكرا يا رنا، شكرا يا سما، شكرا يا أحمد، و شكرا يا طارق اللي طبعا اكل لحمه كتير في العيد شكله، صح ولا لا؟ بشكركم جدا كنتوا معايا النهارده، ومشاهدينا الكرام بشكركم جدا على مشاهدتكم حلقتنا النهارده، يا رب تكون عجبتكم، ويا رب يكون مستوى ولادنا يكون عجبكم كمان. نشوفكم ان شاء الله في حلقه جديده من برنامجكم سر التفوق ومسابقه الاوائل.